السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة في قصة مغامرات فولتر. اليوم قررت أن أغير الأسلوب حتى لا تشعروا بالملل، لأنني أعرف أن هذا ربما يشعركم بالملل. المطلوب منكم يا إخوتي ليس مطلوب أن تفهموا ولا ليس المطلوب أن تحفظوا، فقط اسمعوا، اسمعوني أقرأ النص واسمعوه مرات عديدة. سوف أعلمكم في دروس أخرى بطريقة أخرى، أما هذا النصوص هذه التي أقرأها، هذه النصوص الصعبة، فقط اسمعوها، اسمعوها من أجل أن تتعلموا كيفية اللغة عن طريق السماع. للأسف أنا أخاف أن هناك أشياء كثيرة أريد أن أشارككم بها، ولكن بحكم حقوق الملكية يحرمني ذلك، لأنه كما تعلمون أغلب هذه المواد الجيدة التي أريد أن أضعها هي تخضع لحقوق الملكية، ولا أستطيع أن أضعها على قناتي لأنه مخالف للقوانين، ففورا يتم إعلام اليوتيوب ويتم حذف تلك المواد وربما أتعرض للمساءلة. ولذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يسامحونا في قراءة هذا النص وأن لا يطالبون بحقوق الملكية التابعة له. نحن نتابع معكم الآن في قصة فولتر، وسوف أقرأ الآن هذا النص قراءة ثم استمعوا إليه. Ute i salen stod ett födelsedagsbord med blommor och kransar, en kringla och ett skepp med master, segel, bogspröt och riktigt tackling. Det hade Jonas länge arbetat på, han som förr varit sjöman. Ett sådant skepp hade Walter länge önskat sig. Hans glädje var obeskrivlig och skeppet skulle genast ha namn. Det fick också ett stort namn. Det hette Lunkentus. I eftermiddag ska vi ro ut till Granholmen, sa pappa. Och så får vi se vad Lunkentus duger till. هناك في الصالة كان هناك طاولة عيد ميلاد موضوع عليها زهور وعروق خضراء وسفينة لها صواري وشراع. يونس اشتغل بها كثيرا، هو الذي كان بحارا. مثل هذه السفينة كان يتمناها منذ زمن، يعني فولتر سعادته كانت لا توصف. والسفينة فورا حصلت على نام، تم تسميتها بفخر لونكنتوس. اليوم بعد الظهر سوف نبحر إلى جران هولمن، قال الأب، وسوف نشوف إن كانت لونكنتوس تستطيع تحمل ذلك. إذن أوتي خارجا، صال يعني قاعة أو صالة، فودل سيدا معناتا ذكرى المولد، بود طاولة، بلومور زهور، كرانسر عروق خضراء، كرينغلا ما بعرف ايش بدي اسمي لكم اياها، كرينغلا يعني مثل نوع قارورة زجاجية يضع فيها العصير يعني بشكل معين، خب سفينة، ماستر صارية، سيجل شراع، خومان بحار، أنسكت سي تمنها، جليدي سعادي، وبسكريفليك لا يوصف، ستولت أو ستولت فخر، نامن اسم، رو يبحر، دوغرتيل يعني شو بدي سمي لكم ياها، دوغرتيل يعني يصلح لي، دوغرتيل يصلح لي. إذا نقرأ النص مرة أخرى. Ute i salen stod ett födelsedagsbord med blommor och kransar.
En kringla och ett skepp med master. Segel, bog och spröt och riktig tackling. Det hade Jonas längre arbetat på, han som var förr sjöman. Ett sådant skepp hade Walter länge önskat sig. Hans glädje var obeskrivlig och skeppet skulle genast ha namn. Det fick också ett stolt namn. Det hette Lunkentuss. I eftermiddag ska vi ro till Granholmen, sa pappa. Och så får vi se vad Lunkentuss duger till. إذن أيها الإخوة السماع ثم السماع حاولوا أن تسمعوا اللغة السويدية. لا في داعي لا تفكر أنت عم تسمع. فقط اسمع عيش عيش. لا تقول بدي هي شو عم يقول. لا لا امشي معه. عيش اللغة بتلاقيها بعدين بعد فترة جرت على لسانك بشكل طبيعي. سمع على الراديو في مقاطع كتير جيدة. ادخل على sr.sa يعني صفحة الراديو تبع السويد. وهناك بتلاقي مقاطع كتير يمكنك الاستماع عليها. وعنك شيء كمان كتير كتير مفيد شيء اسمه أوتبيلدينغس راديو. أوتبيلدينغس راديو هذا ممتاز جدا. في مقاطع من 50 سنة ولحد الآن تقدر تسمع عليها تتدرب تسمع اللغة السويدية. عيش اللغة السويدية لا تتعلمها. عيش اللغة السويدية بتتعلمها مباشرة. يعني خلي الشغلة تيجي تلقائية عندك. سمعت شو عم قلك أنت أو أنت أيتها الأخت؟ بارك الله بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري اللغة على ألسنتكم. قولوا معي توكلنا على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. توكلنا على الله أن نتعلم اللغة السويدية. اللهم أجري اللغة السويدية على ألسنتنا وأطلق ألسنتنا بها. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.